مجموعه من ضحايا تظاهرات تشرين. ملف جرحى تشرين يكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة الكاظم ووعودها الواهية. فبعد إرسال عدد من جرحى التظاهرات إلى ألمانيا للعلاج، تتنصل الحكومة من وعودها وتقطع وزارة الصحة تواصلها معهم وتتركهم للمجهول بحسب وعد العزاوي أحد المصابين والموفدين للعلاج. العزاوي كشف أن مدير قسم الإخلاء والاستقدام الطبي في وزارة الصحة الحالية رياض الروديني يرفض تمديد فترة إقامة الجرحى في ألمانيا على الرغم من وضعهم الصحي الحرج وإصاباتهم التي تسببت بجلوسهم على كرسي متحرك. المستشفى الألماني طرد عدداً من جرحى التظاهرات بسبب عدم تسديد تكاليف العلاج وعدم متابعة الملف الصحي أصلاً من وزارة الصحة. الجرحى كشفوا أيضاً أن الحكومة أرسلتهم منذ البداية إلى مشافٍ غير متخصصة وأن المبنى الذي أرسلوا إليه ليس سوى عبارة عن مصحةٍ لكبار السن. إهمال الحكومة لملف الجرحى في ألمانيا أثار حفيظة منظمة مراسلون بلا حدود. المنظمة أمهلت حكومة بغداد والسفارة العراقية في برلين 24 ساعة لحل مشكلة الجرحى، وإلا ستتحرك لتوفير لجوء إنساني لهم. معاناة الجرحى في ألمانيا حركت الشارع العراقي لتصدح أصوات المتضامنين معهم في شوارع عدد من المدن العراقية. وفي محافظة ذي قار قطع المحتجون والمتضامنون مع الجرحى عددا من الطرقات وهددوا بتصعيد غير مسبوق بعد انتهاء أيام العيد. في حال استمرت المماطلة وعدم تنفيذ مطالب الجرحى المتواجدين في ألمانيا ستكون لنا خطوة مركزية بعد عيد الأضحى. المحتجون أكدوا أن مطالباتهم السابقة لوزارة الصحة بحسم ملف الجرحى قوبلت بالتسويف. فهل سيمر خداع الكاظمي وحكومته لجرحى تظاهرات تشرين وكأن شيئاً لم يكن؟ أستاذ مصطفى وعدني أنه ينفذ العلاج. أم إن للشارع العراقي كلاماً آخر قد يسقط الحكومة ويطيح بالعملية السياسية برمتها؟